السلام عليكم أصدقائي التلاميذ والتلميذات أولياء الأمور، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بصحة جيدة. ألوغ هذا الفيديو هذا مهم بزاف الخوت، تبعوا معايا بشوية عليكم باش تفهموا كل شيء دقة دقة. في هذا الفيديو غنشوفوا الموعد ديال آخر الفروض بالنسبة لجميع المستويات والموعد الرسمي الامتحانات الإشهادية بالمغرب. خليوا لنا لايك، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم أي جديد على بركة الله. دونك غادي نشوفوا واحد المثال، واحد البلاغ ديال واحد الثانوية في جهة فاس مكناس وزارة التربية الوطنية. بالنسبة لهذا البلاغ راه عند جميع الثانويات، حنا غنعطيكم غير واحد المثال. قال لك الموضوع ديال هذا البلاغ هذا برمجة الفرض الأخير من الأسدس الثاني وما تبقى من الامتحانات الإشهادية في هذا الموسم الدراسي. كما كتشوفوا الموعد ديال آخر الفروض بالنسبة لجميع المواد، بحال مثلا الجذع المشتركة، فمثلا اللغة العربية، الفرنسية، الإنجليزية الى اخره. الموعد ديال اخر فرض من 21 حتى 27 في شهر 5. بالنسبه مثلا للفيزياء والكيمياء وعلوم حياه الارض، لانه تيكونوا فيها ثلاثه الفروض حتى الاربعه، اخر فرض غيكون من 28 حتى 31 في شهر 5. بالنسبة للعلوم يعني اولى باك علوم اولى باك اداب نفس الحاجة، يعني تقريبا اغلب الفروض غيكونوا من 28 حتى 31 في شهر 5. بالنسبة للثانية باك تاوما نفس القضية، يعني من 21 حتى 27 كاين فروض اخرى من 28 حتى 31. دونك كيف ما كتشوفوا فراه اخر فرض بالنسبه لجميع المستويات غادي يكون قبل من 31 في شهر 5، يعني غادي يدخل واحد في شهر 6 وغيلقانا سالينا جميع الفروض. من بعد غادي تكون الفتره ديال الدعم، يعني الفتره ديال الدعم هي اللي غتوالي النهايه ديال الدروس وكذلك ديال الفروض. من بعد يعني كما كتشوفوا غيكون الامتحان الجهوي ديال اولى باك نهار 15 و16 يونيو، الامتحان الجهوي ديال اولى بكالوريا اداب نهار 17 و18 يونيو، الامتحان الوطني ديال الثانيه باك علوم غيكون نهار 20 21 و22 يونيو، الامتحان الوطني ديال العلوم الانسانيه غيكون نهار 23 و24 يونيو. بالنسبه للنتائج ديال الامتحان، الدوره العاديه ديال الامتحان الوطني نهار 1 يوليوز، الامتحان الجهوي ديال ثالثه اعدادي غيكون نهار 6 و7 يوليوز، يعني من بعد ما كيدوز الامتحان ديال اولى باك وثانيه باك كيكون الامتحان الجهوي ديال ثالثه اعدادي. عقد مجالس الاقسام بالنسبه للثانوي الاعدادي والجذوع المشتركه غيكون نهار 13 يوليو، في حين ان النتائج غيتم التوزيع ديالها من بعد 13 يوليو، يعني من بعد عيد الاضحى غتشدوا النتائج ديالكم. هذا الشيء اللي كاين في المقرر ديال وزير التربيه الوطنيه، وهذا الشيء اللي كاين رسمي الى حدود الساعه، هذا الشيء اللي كاين يعني رسميا من وزاره التربيه الوطنيه. وكما شفتوا في الفيديوهات السابقه قلنا بان الدراسه غتستمر بالنسبه للسنه الاولى والثانيه بكالوريا الى 14 يونيو، في حين انه من بعد غيتم اجتياز هذه الامتحانات الاشهاديه. ونفس الحاجه بالنسبه للجذوع المشتركه، لانه كتعرفوا بان الثانويه راه كيدوزوا فيها الناس الامتحانات، دونك نهار 15 حتى لفان ديال يونيو راه غيكون فتره ديال الامتحانات. من بعد قلنا نهار 13 يوليو غيكون عقد مجالس الاقسام، يعني هنا كيبان لنا بان الاولى باك والثانيه باك وكذلك الجذوع المشتركه غادي يساليو الدراسه ديالهم قبل من 14 يونيو. كذلك بالنسبه للناس ديال الاعدادي، فراه تقريبا انتم غتقراو حتى لفان ديال شهر 6، لانه كيف قلت لكم غتكون فتره ديال الدعم، يعني من بعد ما غتساليو الفروض غيكون تقريبا ديك نص شهر ولا حتى لفان او نقدروا نقولوا شهر ديال الدعم. ما عرفتش يقدر ان الوزاره تغير هذا الموعد الامتحان الجاوي ديال ثالثه اعدادي، كلشي ممكن. المهم هذا الشيء الرسمي الى حدود الساعه، وهذا الشيء اللي كان الاخوان، وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح الجميع. يا ربي ما بقى والو، الامتحانات بالتوفيق لكم. هذا الشيء اللي كان خوت في هذا الفيديو هذا، نشوفكم في فيديو جديد. ما تنساوش تشتركوا، تفعلوا زر الجرس، بارطاجيو مع خوتكم. كان معكم بروف عبدو، نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.